لماذا نشعر بالملل على الرغم من توفر كل شيء؟ ما الذي يجعلنا أحياناً نشعر بالخوف من المستقبل؟ لماذا نحمل الهموم؟ بل لماذا لا نشعر بحلاوة الدنيا أو لذة الحياة؟ لماذا لا نشعر بالمتعة وبالاطمئنان على الرغم من أن الظروف مناسبة لذلك؟ ولماذا يعاني بعضنا من الوساوس على الرغم من أنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو لذلك؟ اليوم سنعيش مع 10 أسباب تجعلك لا تترك التوكل على الله تبارك وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، عبادة مهمة جدا تغير حياتك بالكامل، وهي بسيطة جدا سهلة، التوكل على الله. لماذا معظمنا يفشل في التوكل على الله؟ لماذا معظمنا يلهث وراء الدنيا، وراء الأسباب المادية؟ لماذا فقدنا لذة وحلاوة التوكل على الله؟ الحقيقة اليوم سنتأمل هذه النتائج التي ستحصل عليها إذا توكلت على الله حق التوكل. أول شيء أخي الحبيب، الرزق. الرزق قضية خطيرة جدا تشغل بال الكثيرين. يعني اليوم سبب مشاكل الطلاق، نسب الطلاق تصل في بعض بلداننا العربية والإسلامية إلى أكثر من 40%. تصور كل 100 حالة زواج يطلق منها 40، تصور شيء مرعب. ويقول الباحثون إن معظم أسباب الطلاق الحالة المادية، ضيق الرزق له تأثير، يؤثر على حياتك بشكل كبير. الرزق أيها الأحبة مرتبط بالتوكل على الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإنسان الحائر الذي لا يجد عملا، لا يجد من يعطيه المال، لا يجد من يؤمن له عمل مناسب، شبهه بطائر. هذا الطائر يخرج، يعني الطيور اليوم كيف تسعى على رزقها؟ هل رأيتم طائر موظف؟ لا. هل رأيتم طائر يعمل مثلا في مكان معين بدوام رسمي؟ لا. الطيور تخرج هكذا، ليس لديها خطة عمل، وليس هناك أي أسباب للرزق، وليس هو فقط يخرج متوكلا على الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. يعني هذه قضية خطيرة، نادرا ما نفكر فيها. كيف يرزق الله الطير؟ نحن لم نرى طائرا يخطط ويحسب. الطائر سبحان الله، حتى الطيور الجارحة مثل النسر، رزقه تحت الماء، تأتي السمكة ليراها ويرصد حركتها تحت الماء، ثم ينقض عليها ويصطادها بكل سهولة، ثم يأكلها ويحمد الله تبارك وتعالى على هذا الرزق. لذلك أخي الحبيب، هنا عندما تكون حائرا تائها في هذا العصر، لا أحد يساعد أحد للأسف، لا أحد يعطف على أحد، الناس إذا رأوا إنسان يموت لا أحد يكترث. يعني أصبحنا في مرتبة للأسف، كثير منا أقصد، في مرتبة أقل من الحيوانات. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بسبب بعدنا عن الله، لأننا فقدنا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله يجعلك أيها الإنسان الحائر في رزقك مثل هذا الطائر يحتار، يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. إذن أول ثمرات التوكل على الله هو كثرة الرزق.
الشيء الثاني وهو مهم جدا يمكن أن يغير حياتك، أن التوكل على الله من ثمراته أنه يكسبك محبة الله تبارك وتعالى. هل هناك أجمل من أن تجد أن الله يحبك؟ الله ماذا قال؟ قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب من يحب. انتبه معي، لا تمرر هذه الآية قبل أن تحفظها. إن الله يحب المتوكلين. يعني أنت عندما تقول يا رب أنا توكلت عليك في رزقي اليوم، لن أسأل أحدا ولن أستعين بأحد، توكلت عليك، أنت هيئ لي أسباب الرزق. أنت دخلت في محبة الله بمجرد أن اعتقدت هذا الاعتقاد. يا رب أنا توكلت عليك، أنت هيئ لي الشفاء، أنت حل لي هذه المشكلة. يا رب هيئ لي من يحل لي هذه المشكلة، أنا لن أفكر فيها، أنا تعبت من التفكير وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وتوكلت عليك وسلمت الأمر كله إليك يا رب، فأنا الآن متوكل وأنتظر الحل من الله. بمجرد أن فكرت بهذه الطريقة دخلت في دائرة إن الله يحب المتوكلين، دخلت في محبة الله. طيب بالله عليك، إذا أحبك الله ماذا تريد بعد ذلك؟ الكون سيسخر لخدمتك، إن الله يحب المتوكلين. إذن أول سبب هو الرزق، السبب الثاني هو محبة الله تبارك وتعالى. طيب السبب الثالث النصر. قد يقول قائل: ما علاقة النصر بالتوكل على الله؟ نعم أخي الحبيب، لماذا يتأخر النصر والفرج؟ لماذا نرى هذه الحروب بخاصة في فلسطين المباركة، ونرى القتل والدمار والنصر بعيد عنا؟ لأننا في معظمنا فقدنا التوكل على الله ولجأنا للأسباب المادية، ننتظر الدول العظمى لتحل مشاكلنا، والله موجود. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن، وإن هنا أداة شرط، إن ينصركم الله، هذا فعل الشرط، والجواب فلا غالب لكم. يعني إذا جاء النصر من الله القوي العزيز لا أحد يستطيع أن يغلبك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ينصركم من بعده، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله، هنا ذكر التوكل مع النصر. إذا أردت أن تحقق إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أردت أن تحققها، يجب أن تحقق نهاية الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن أولا تحقق شرط الإيمان وشرط التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الفائدة الرابعة وهي مهمة جدا اليوم، التوكل يضمن لك كف أذى الناس عنك. طيب ما علاقة التوكل إذا توكلت على الله؟ هل تحل مشاكلي؟ هل يصرف الله عني الأذى؟ نعم، انظر إلى هذه الآية: فكف أيديهم عنكم. هذا الكلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما كف الله أيدي المشركين والكافرين عن المؤمنين، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انظر معي، إذن من ثمرات التوكل أن يكفيك الله شر الناس، وهذا هدف عظيم اليوم في هذا العصر. للأسف يعني معظمنا لا ينجو من الأذى، من الحسد، من
ضيق العين، من النميمة، من الأذى المادي، من الضرر. التوكل يضمن لك أن يحميك الله، يكف الله شر هؤلاء الناس عنك. طيب، الوقاية من الشر أيضا ببركة التوكل، الحقيقة الخامسة. طيب، كيف يكفيني الله شر فلان، هذا الحاسد، أو شر هذا المؤذي، أو شر هذا الذي يكيد لي؟ الآية سهلة جدا، انظر أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل يا محمد، ونحن طبعا نقول من بعده، لأننا نحن رضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فقل هي خطاب للنبي ولكل مؤمن رضي به نبيا، فالخطاب لي ولك. تخيل أن الله يقول لك قل، يعني انطق، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظر روعة الكلام، هذه قاعدة مهمة جدا في علم النفس، أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ما يمر بك هو بإذن من الله. فإذا أراد فلان أن يضرني أو يقطع رزقي، يجب أن يصدر الإذن من الله أولا. إذا أراد فلان أن يقتل فلان، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يجب أن يصدر الإذن من الله، من القيادة العليا. فلان يريد أن يضرني في تجارتي، في دراستي، في عملي، في رزقي، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، وإذا حدث ذلك يكون بلاء، الله يصرفه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، يعني التوكل على الله يجعلك مطمئن القلب، يكفيك الشر. طيب، القضية السادسة التي تجعلك تحرص على التوكل، عندما يتولى الناس عنك، عندما تلجأ لفلان فلا يكترث بك، تطلب من فلان لا يرد عليك، تسأل فلانا أن يحل لك مشكلة مادية أو مشكلة في العمل، في حياتك الخاصة، يغلق الهاتف في وجهك، كل الأبواب تسد. هذا الموقف تعرض له حبيبكم عليه الصلاة والسلام أثناء دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فلذلك قال له الله: فإن تولوا، يعني هربوا، أعرضوا، أغلقوا الأبواب، لم يريدوا سماع الحق، لم يكترثوا بك، فقل حسبي الله، الله يكفيني، لا أريد أحدا. هذه حسبي الله كنز، كنز من كنوز الجنة، تجعلك تشعر بالقوة، تجعلك تشعر بالاستغناء عن البشر، تستغني عن بني آدم، وتشعر أن الله يكفيك. قل حسبي الله، يكفيني، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. طيب، القضية السابعة أخي الحبيب، التوكل هو وقاية من الفتنة. الآية الكريمة تقول: فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هناك ربط بين التوكل وبين أن ينجيك الله من فتنة الظالمين. الظالمون اليوم كثر أيها الأحبة، شياطين الإنس كثر، الأذى كثير الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا، قال: إذا كثرت الفتن، في حال كثرت الفتن، ليسعك بيتك،
وابكي على خطيئتك، يعني اعتزل الناس وإلزم بيتك، لأنك كلما اختلطت أكثر ستتعرض للمزيد من الفتن. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يريد لنا الخير. فإذا أردت أن تتقي شر الفتن توكل على الله، الله سبحانه وتعالى يقيك شر الفتن. القضية الثامنة أخي الحبيب، التوفيق في العمل، في الزواج، في السفر. كلنا يبحث عن التوفيق، ولكن نادرا ما نوفق للاختيار الصحيح. طيب كيف أوفق دائما لاتخاذ قرار صحيح؟ بالتوكل. طيب ما هو الدليل من القرآن؟ انظر إلى هذه الآية. سيدنا شعيب كيف كان يدعو؟ كان يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، ماذا؟ وإليه أنيب، أرجع، يعني أنا مرجعي إلى الله، عليه توكلت وإليه أنيب. فربط هنا القرآن بين التوفيق والتوكل، يعني أنا عندما أتوكل على الله وأعتمد على الله وأرجع إلى الله، فإن الله سيوفقني للقرار الصحيح في السفر، في الزواج، في التجارة، في الدراسة. سبحان الله. السبب التاسع الذي يجعلك لا تترك التوكل على الله هو أنه أفضل طريقة لعلاج الوسواس. اليوم إنسان لديه وساوس، مخاوف، هواجس، كوابيس، أول ما يفكر أن يذهب إلى يستعين بالطب الحديث الذي يعطيه من الأدوية الكيميائية ما يفاقم حالته أحيانا، ما يغير كيمياء الدماغ، وهنا الخطورة أيها الأحبة. العلاج بسيط جدا، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل من القرآن الكريم؟ دعونا نقرأ هذه الآية. الشيطان يريد أن يجعلك تكثر من الوساوس، لذلك سمي بالوسواس الخناس، اسمه الوسواس لكثرة ما يحدث في دماغك من وساوس. الله تعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انظر أخي الحبيب، الوساوس من الشيطان، فعندما تتوكل على الله أنت دخلت في محبة الله ونصر الله وحماية الله والوقاية من الشر، أصبح الشيطان بعيدا، إذن أنت تخلصت من الوسواس. إنه أي الشيطان ليس له سلطان، يعني ليس له سيطرة. السلطان هو التحكم، لا يستطيع أن يتحكم بإنسان يتوكل على الله. بكل بساطة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. القضية الأخيرة العاشرة، أن التوكل هو سبب من أسباب الغلبة. يعني أنت تشعر بالضعف، إذا أردت أن تشعر بالقوة توكل على الله. انظر إلى هذه القصة، حدثت مع سيدنا موسى. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم. هذه في قصة موسى عليه السلام، الأرض المقدسة، عندما تخاذل بنو إسرائيل وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا يعني التوكل يحقق لك الغلبة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن أخي الحبيب، هذه أسباب أنا شخصيا تجعلني أتذوق لذة التوكل على الله عز وجل، حلاوة أن تشعر أن الله معك، أن الله يحبك، أن الله يحب المتوكلين، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوكل يدعوك دائما للتطهر، للصلاة، للعبادة، للتقرب من الله، لأنك
دخلت في محبة الله عز وجل. ومن يدخل في محبة الله لا يخرج أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة الملك سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.